عملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية يسمح أو تسمح بوضع قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية. العينة اليوم في النشرة من ولاية يارت من مزرعة سنايل النموذجية. مراد عبروس والتفاصيل. الاستعانة بالرقمنة من طرف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء على مستوى هذه المزرعة من شأنه إتاحة عدة مزايا لتحسين التسيير والتكفل. في الشريحة هذه نقدر يكون عندنا ليدونتيفيون دو شابتال، يكون عندنا لا جيستيون تاع لي راس، يكون عندنا اوسي دونك لو سويفي سانيتير et l'affectation géographique de, du cheptel en, en utilisant la technologie RFID. Il y a une synchronisation totale de le nombre du cheptel au niveau national. La technologie de la technologie est facile pour nous de la santé de la santé. من سن وجنس ومتابعة ثاني البيطرية وتحديد نوعية السلالة. على مساحة تفوق 350 هكتارا يرتكز نشاط المزرعة النموذجية سينايلي بالرشيقة على التكامل بين تربية الأغنام وزراعة الأعلاف لتقليص تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء. تم إعادة تهيئة إصطبلين لإنتاج الأغنام بطاقة إنتاجية أولية 3500 رأس. الهدف من زراعة هذه الأعلاف على مستوى المزرعة هو أولا نوعية المنتوج من اللحوم ثمن معقول ومدروس. توفير اللحوم الصحية للمستهلك وبأثمان معقولة هو الهدف المنشود بعد إعادة بعث نشاط هذه المزرعة.